relation between the chords of a circle and its center. theorem: if chords of a circle are equal in length, then they are equidistant from the center. يعني لو الـ chord AB equal الـ chord CD طبعاً in length، هتبقى two distances اللي هما المـX والـM Y equal يعني ايه distance؟ يعني the line segment اللي من the center perpendicular على الكورد chord. الام اكس بما ان هي من السنتر ام بيربنديكولار اون الكورد اي بي تبقى اسمها الدستنس اوف الكورد اي بي نفس الكلام الام واي من السنتر ام بيربنديكولار اون السي دي كورد تبقى هي دي الدستنس اوف السي دي كورد طب سينس ان تو كوردز ايكوال يعني الاي بي ايكوال السي دي تبقى التو ديستنس كمان ايكوال يعني الام اكس ايكوال الام واي اوكي طب الكلام ده في نفس السيركل كولوري يبقى عليها ان كونجرنت سيركلز الكورز اللي equal in length are equidistant from the center يعني لو في two congruent circles لو AB كورد equal, equal ال CG كورد ساعتها يبقى MX equal ال NY يعني equidistant يعني distance equal in length يبقى two chords equal ساعتها يكونوا two distance equal في نفس السيركل أو في two congruent circles Converse of the theorem بقى In the same circle or in congruent circles chords which are equidistant from the center of the centers يعني are equal in length العكس بقى عكس السيرم لو equidistant هيبقوا equal يعني لو الـ MX هي اللي equal للـ MY ساعتها الـ AB chord هيبقى equal الـ CG chord يبقى لو الـ two chords equal هيبقوا equidistant لو الـ two chords equidistant يعني الـ distance هي اللي equal هتبقى الـ two chords إيه equal

ب 70 اللي هي الجيفن الوحيد اللي هو الانجل A ب 70 طب الانجل X اللي هو ال M X A equal كام مش equal 90 عشان ال M X ده perpendicular عرفت منين ان هو perpendicular علشان ال X هي الميد بوينت هو مش في theorem قبل كده خدناها ان ال line اللي من السنتر بحيث ان هي باي bisect الكورد بتبقى perpendicular عليه نفس الكلام في الايه الانجل Y ال M Y perpendicular على الكورد A C ليه علشان ال Y midpoint هو اللي قايل كده في ال given أوكي يبقى أقول له nah, since إن ال X is the midpoint of the A B وال well, Y is the midpoint of the A C يبقى ال M X perpendicular on the A B وال M okay? Y perpendicular on the A C يبقى ساعتها ال measure of the angle X أو بالتحديد M X A هيبقى equal to the measure of the angle M Y A equals كام 90 كده الكواد دوت بقى عندي فيه 3 angles واحدة ب 70 واحدة ب 90 واحدة ب 90 تبقى الانجل الرابعة اللي انا عايزاها اللي هي الانجل ام بكام ب 360 minus the sum of 3 angles يبقى الميجر اوف الانجل x ام واي equal 360 minus 70 plus 90 plus 90 تطلع ب 110 اوكي تاني طلب بقى بيقول لي بروف ذات ان الاكس دي equal واي اي -E اللي اتعلم دلوقتي باللون الاحمر هو مش الام اي -E كله radius والام دي radius

نكتب الكلام ده ازاي اقول له سنس ان الام اكس بيربنديجولار اي بي والام واي بيربنديجولار اي سي معناها ايه بيربنديجولار ان هما دول الديستنس ما هي الديستنس هي اللاين اللي بيربنديجولار اوكي وسنس ان الاي بي اصلا ايكوال الاي سي تو كورس ايكوال يبقى ساعتها الام اكس ايكوال الام واي ادي اول حاجه سنس بقى ان الام دي ايكوال الام اي علشان الاثنين ايه تو دي اي ان ذا سيركل ساعتها يبقى الدي اكس ايكوال الواي اي ده اللي هو الايه المطلوب